اهلي زمالك اهلي، النهارده ماتش الاهلي والزمالك، يا ترى مين هيكسب النهارده؟ الله اعلم. سلام وامان ورحمه عليك ايا كان مكانك في هذه الارض. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر. النهارده ماتش مهم، الاعلام بقاله حوالي شهر بيتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك النهارده، وبالتوفيق طبعا للفريقين. ايا كان اللي هيغلب النهارده، هو عموما مصر اللي هتكسب سواء الاهلي او الزمالك في دوري ابطال افريقيا. مش عايزه تعصب، كان في حلقه قبليه ليله التعصب. احنا بنتفرج على الرياضه او بنتفرج على الكوره عشان نستمتع بيها، لانها بتبقى متعه فعلا، مش عشان مثلا فريق يكسب ولا مش عارفه ايه يكسب. اللعبه الحلوه اشجعها ايا كانت، مش هبص انا مثلا اهلاويه انا زملكاوي خلاص عادي، هارد لك الاهلي اتغلب هارد لك، الزمالك اتغلب هارد لك، وابص على اللعبه الكويسه، استمتع بالمباراه، استمتع بالكوره. مش عايزه اعلي الضغط عليا، مش عايز السكر يعلى عليا، مش عايزه اتعب نفسيا بسبب مباراه. وفي ناس بيجي لها سكت قلبيه عشان مباراه، ده دي مصيبه تانية بقى مش هتكلم فيها، انا عايزه حلقات دي فمش هقدر اتكلم. فعادي، هدوء، ريلاكس، مفيش اي حاجه، اتفرج على اللعبه الحلوه وخلاص. تاني حاجه، انا عايزه مداخلاتكم النهارده على الارقام اللي على الشاشه عشان تتوقعوا معايا مين اللي هيفوز النهارده في المباراه، لان اللي هيجاوب النهارده على النتيجه الصحيحه في المباراه ليه جايزه من برنامج امراه من كوكب اخر. مستنيه مداخلاتكم معايا. معايا ضيفتي الجميله استاذه غاده حسني، مديره المعهد الديني بالفيوم الثانوي. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه داليا، وشكرا على هذه الدعوه الكريمه من برنامج امراه من كوكب اخر. اهلا بك يا فندم. النهارده هنتكلم عن دور المدرسه في تنميه الابناء كتربيه وطنيه او الانتماء للوطن، دور المعلم عموما او دور المدرسه. اتفضلي يا فندم. اولا استاذه داليا، احنا عايزين نتكلم عن الانتماء. يعني ايه انتماء؟ انتماء هو شعور ايجابي تجاه وطنك، انك انت بتحس تجاه وطنك بالحب. الشعور ده احنا عايزين نطلع من معنى الانتماء، من المعنى المطلق الى سلوك محسوس نحسه من ولادنا. الانتماء ده حضرتك بيساعد على حاجات كتيرة جدا، بيساعد على بعد كده الانسان بيكون ملتزم في عمله، تحسين اداؤه في العمل، الانضباط في كل شيء. طبعا المسؤول عن موضوع الانتماء الشقين، العملية التعليمية. الشق الأول وهو الأسرة، لأن هي الأساس في الأول، والشق الثاني وهو المدرسة، المؤسسة الرسمية للتعليم. ألو ألو، أيوة اتفضلي. اتفضلي يا فندم. أيوة يا أستاذة نعمة، معاكي أستاذة نعمة، في وطي التلفزيون يا أستاذة نعمة. طيب نكمل، كلمينا تاني يا استاذه نعمه، اتفضلي تكملي. اول حاجه الانتماء ده له مراحل بنعلمها لاولادنا في المدرسه، ابتداء من المراحل الاولى وهي مرحله رياض الاطفال اللي هي بتبدا تقريبا من سن 4 سنوات. رياض الاطفال لابد ان انا اعرف الولد او البنت، ولادنا يعني، ان احنا نعرفهم تحيه العلم، نخليهم يعرفوا اسم تحية العلم. دي فيها شقين، فيها شق وجداني وشق معرفي. الشق الوجداني هو اللي هو بيحس بالحماس وبالحب تجاه وطنه كل مرة لما تكرري عليه تحية العلم. الشق المعرفي ان هو بيعرف اسم بلده في المرحلة دي اللي هي 4 سنين، تحيا جمهورية مصر العربية، هو بيعرف كده اسم البلد دي من 4 سنين، اسم وطنه ايه. ده من ابتداء من المراحل الاولى، وان انا اخلي الطفل في المرحله دي دايما اديله الاعلام والرايات اللي هي بتساعد وتعرفه الحس الوطني، بتربط بيه الحس الوطني. برضو يا استاذه تحيه العلم في المدارس بقى في كل المراحل جداً مهمه جدا جدا جدا، بتساعد على الانضباط والاحترام، ولازم يكون وقفه الطالب امام العلم كلها انضباط واحترام، لان العلم ده هو ليس هذه القماشه الملونه ولكنه يمثل قيمه الوحده الوطنيه وانضمامنا كلنا تحت دوله. معانا تليفون مع استاذه هاله عيد. الو الو. ايوه ايوه يا فندم، اتفضلي معايا. ايوه مع حضرتك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. النهارده الحلقه عن دور المدرسه في تنميه الابناء، التنميه الوطنيه للابناء. اتفضلي. تمام تمام. طبعا احنا
احنا هدفنا في المدرسه تنميه للابناء، انهم اهم حاجه بنغرس فيهم حب الوطن، وازاي ان هم يبقى عندهم انتماء لوطنهم، واهم حاجه الانتماء للعلم. يعني احنا في العلم الطابور في المدرسه الصبح بنقف، يعني لازم نقف كلنا نحيي العلم، العامل قبل المدرس قبل المدير قبل الطالب، كلنا بنحيي العلم وبننتمي له ونحافظ عليه. وطبعا بنحس البنات طبعا بانتمائهم لمدرستهم والنظافه للمدرسه جوه المدرسه وخارج المدرسه وفي الفصل بتاعهم، وطبعا بنعمل لهم الارشادات الوقائيه اللي هي لازم نحافظ على نفسنا والمرض اللي احنا منتشر حاليا دلوقتي، ودايما بنعمل لهم لافتات بنعلقها على في الفصول على مداخل السلالم في المكتبه. طبعا انا بصفتي رصيد مكتبه بجهز للبنات كتب وارشادات خاصه بالمرض اللي هو كوفيد او كورونا، ازاي الاجراءات، ازاي يا بنتي تحافظي على نفسك، ازاي لو انت حصل لك دور برد. بنفرق بين الدور البرد العادي وبين الدور البرد اللي هو اللي يكون مثلا زايد شويه او كده. فالحمد لله عندنا المدرسه يعني بنهتم جدا بكده، ومعانا المدير برضه الاستاذ سعيد عبيد مهتم جدا بالموضوع الكورونا دوت والمحافظه على البنات، وطبعا التباعد بين البنت والبنت فتره كبيره. المكتبه مثلا ندخل فيها عدد بسيط، اقل حاجه 15 بنت في المكتبه، بعد قبل كده كان العدد كبير، انما دلوقتي العدد بسيط عشان المحافظه على البنات وانتمائهم يعني بخوف على حاجه وخوف على يعني خوف من المكان قبل ما تحافظ على نفسها. تمام يا فندم، انا بشكرك جدا على المداخله دي، متشكره جدا يا فندم. اتفضلي يا استاذ حضرتك. بعد كده طبعا الاسره، لازم الاسره تتكلم عن الوطن بحب امام ابنائها، لازم تخلي ابنائها تشارك في الاعراس الوطنيه زي تحرير سيناء، 6 اكتوبر، عيد الشرطه، لازم ان هو الابناء تشارك في اي مناسبه وطنيه. حضرتك برضو لازم بقى كل ابناء الوطن في المراحل بقى المتقدمه الاعدادي والثانوي، ان هو نعرف ولادنا ان استخدام السوشيال ميديا فيه حرب ممنهجه ومفبركه فيها اشاعات. انا نفسي اقول حاجه الصراحه عشان مخنوقه. لا مش على حاجه، انا نفسي وزاره التربيه والتعليم تعمل منهج كده او تجيب كتاب كده زي التنميه البشريه او الاخلاقيات، يبقى كتاب يضاف للمجموع، يعني كتاب اساسي من التعليم الاساسي في كل المراحل، ويخلوا الطلبه تدرس الكتاب ده. كنا قلنا ماده الدين يا ريت تضاف للمجموع، خلاص مش ضافوا ماده الدين للمجموع اوكي، لكن نعمل كتاب جديد اسمه تنميه بشريه او تنميه ذاتيه ونضيفها للمجموع عشان نتعلم سلوكيات، سلوكيات للاطفال، سلوكيات للكبار، كل مرحله غير الثانيه. يعني كده اصل انا بشوف الطالب بيحفظ وهو ما عندوش اخلاق، وهي الوزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، يعني التربيه قبل التعليم، صح ولا انا غلطانه؟ التربيه رقم واحد، التعليم رقم اثنين، هم عكسوا بقى، هم خلوا التعليم رقم واحد والتربيه رقم اثنين. لا ده مش ما ينفعش. لا هو احنا يا استاذه بنتكلم ان هو برضو المعلم مربي. انا دايما بقول للمدرسين عندي في المدرسه بصفتي ان انا مديره مدرسه، ان احنا دايما واحنا واقفين قدام تحيه العلم هو الطالب او التلميذ في المراحل الصغيره ده هو رقيب على المعلم، هو مخلي باله جدا من تصرفاتك. يعني انت المفروض وانت واقف قدام العلم بتقف بوقفه كلها انضباط وكلها، وبيشوف مشاعرك ونظرتك للعلم، بيشوف قد ايه انت انتمائك وارتباطك بيه وحبك ليه. فاحنا ده بنقول ان المعلم معلم ومربي، وده لابد ان هو يكون موجود في كل مكان. يعني ده غالبا في المعلمين مش مربين، غالبا يعني في مدرسين رقم واحد التعليم رقم واحد، ما هي احيانا المدرسه يحفظ ويروح يحل في الامتحان وهو اخلاقه زي الزفت، وبعد كده بينسى اللي حفظه اساسا. يعني بس احنا بنطور دلوقتي في التعليم، النظام الجديد ده حاجه كويسه لانه بيساعد على التفكير، اهم حاجه برضو انك تفكر مش تحفظ. طب انا بحفظ واجيب الدرجه النهائيه وانسى ان انا حفظته واخلاقي زي الزفت، يبقى انا التربيه والتعليم عملت لي ايه؟ وهو برضو في حاجه لازم يعني يبقى في وعي لدى الطلاب او ابنائنا فيها، اللي هي حكايه حضرتك ان في حرب ممنهجه ومخطط لها سلفا من الدول المعاديه، هم دلوقتي عايزين يقضوا على جيل اكتوبر، احنا عايزين نقضي على جيل اكتوبر، فما بنحاربش الانسان المصري، لان الانسان المصري بطبيعته قوي ما بيخافش الموت علشان وطنه، كان طبعا بيشهد على غرامه لبلده الدم اللي حصل في حرب كان اكتوبر. عنده انتماء دلوقتي في جواسيس وبياخدوا فلوس، ما فيش انتماء للوطن، ما دي مشكله. وأعملوا لنا عيد في كل بيت حتى لو كان البيت ده فيه شهيد ده، غير الإرهابيين
ما هو ده كله ده حضرتك، ما هو ده بكله بيتلخص ان احنا نرجع تاني للانتماء، نرجع لمصطلح الانتماء ان احنا نغرزه لدى اولادنا. ما هو احنا لو غرزنا جواهم الانتماء وحب الوطن وكلمناهم عن الوطن دايما، لان الانتماء ده يجب غرزه ورأيه في الابناء. حضرتك انا دلوقتي لازم اعرفه ان في حاجه اسمها السوشيال ميديا، دي في حرب ممنهجه ضد مصر، هم ما عرفوش يخترقوا الدوله المصريه من الخارج، وطبعا دي تحيه حاره للقياده السياسيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، الجيش والشرطه اللي هم حماة الوطن، وربنا ان شاء الله هيحفظ مصر وينصرها. لكن حضرتك في حرب قويه جدا لازم الناس كلها تدركها علشان ضد مصر، لازم ابنائنا يعرفوا ده. انا بستخدم السوشيال ميديا، استخدم السوشيال ميديا استخدام ما يسقش البلدي. انا دلوقتي في حرب اشاعات، ودايما مجلس الوزراء يطلع يقول لك دي كانت اشاعه، يقول لك زياده في النفط، زياده في مش عارفه في ايه. في ناس وظيفتها تعمل اشاعات لاثاره الفتن ولتدمير ولاثاره الياس في نفوس هو الشعب. مش موضوع كمان اشاعات يعني، هو مش موضوع فعلا، هو كل الناس بتعمل اشاعات من زمان. الاشاعات دي على فكره في حاجات، في اشاعات في حاجات ثانيه حضرتك موجودة. انا بتكلم ان احنا مش بنتباين من معلومه، يعني ايه انا اشوف المعلومه على الفيس بصدقها خلاص خلصت التباين دي يا بنتي؟ احنا اللي عايزين طبقت امر القران في التباين. لا هو برضه اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بس انا اللي عايزه بقى ان انا اولادنا ما يجروش ورا النشر، يعني انت عندك حاجه جت ما تجريش ان انت تنشر. النشر دي حضرتك شيء سيء جدا، لان هو دلوقتي بقى فيه كتائب الكترونيه قاعده دلوقتي تنشر كل ما يبقى فيه خبر. طب انت فكر في الخبر، فكر في يعني هو ممكن لازم يبقى فيه تفكير واعي في حل المشكلات، واحنا كلنا لازم نتوحد توحيد الصف في مصر، لازم نتوحد والخلافات ما يبقاش فيه خلافات. هم حاولوا يضربوا نسيج الوطن عن طريق الدين، يعني دي برضو جايه من الخارج على فكره، من الدول المعاديه بيعملوا كل ده في الداخل، الفتنه الطائفيه. لولا ان جت كلمه فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر لترد هذا المسعى عندهم. برضو جت كلمه الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان خاطر تخلي ان تبطل هذه، تخمد هذه الفتنه. حضرتك برضو يعني احنا دلوقتي احنا لازم نعلم ولادنا ان احنا اولا احنا واحنا بنستخدم السوشيال ميديا لازم يبقى فيه رقابه من الاهل للي بيستخدموه الاولاد، ولازم اللي احنا بننشره انا مش شفت خبر انشر، ومش شفت حاجه اعملها دلوقتي الفيس اي خبر وهاشتاج. اي خبر شير 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 شير. طب ليه يعني؟ طب انت اتاكدت من الخبر قبل ما تنشره؟ ما اعرفش وفاه الفنان ما اعرفش مين شير، ما اعرفش مين سلم على مين شير. طب اتاكد. انا ده برضو اعلمه لاولادي، اقول له ان الشائعات دي حضرتك علشان اخمد الفتنه او الشائعه، ان انا ما انشرهاش او ما احاولش ان انا استخدم الـ 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 السوشيال ميديا في تدمير وطني. هو حضرتك مش غريب ان حد من الخارج يتعامل باسلوب مثلا او يتكلم عن وطن ايه تاني، عمل ايه ويقول لك ايه بقى، يقول لك بقى فبركه معلومات على المنشور اللي هينشره وشير في كل البوستات وكل الجروبات عشان يسوق لك صوره شخص معين ايا كان. ما هو ده حضرتك من غير تباين، هما بيحاولوا والشخص يدمروا. يطلع في الاخر بريء ومظلوم. لو هما بيحاولوا حضرتك يدمروا الشعب في دعوات لتحطيم الشعب المصري من داخل الشعب، وهي دي احنا بنساعد فيها. لو اولادنا حاولوا موضوع الشير ده يكون بشكل كتير، لا احنا لازم نخمد الفتنه بان احنا نحاول موضوع الشير ده نوقفه، يعني ما يكونش بالشكل اللي هو احنا لازم نفكر في الخبر الاول ونشوف هو ممكن يدي فين، لان احنا لان حضرتك الانتماء هيخلينا نحل المشاكل بشكل واعي. لازم الانتماء هيخلي اولادنا يحافظوا على مقدرات الوطن، هيحافظوا على الاماكن العامه. الو استاذه هاله معانا. الو ايوه حضرتك. ايوه مساء الخير يا فندم. بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتتكلمي عنه الانتماء، هم الطلبه اصلا فقدوا انتمائهم للمدرسه ولكل حاجه. ليه بقى يا فندم؟ ليه؟ بصراحه هو اقول لحضرتك هو اسلوب التعليم ممكن يكون يعني التعليم في زمان كان مختلف عن التعليم حاليا، يعني مثلا التعليم زمان كان بينمي عندنا قيم وحاجات، يعني الطلبه زمان غير الطلبه دلوقتي. ليه بقى؟ ايه الاختلاف يا فندم؟ عشان انفتحنا على العالم؟ انفتحنا على العالم يعني ولا عشان ايه؟ لا حضرتك عادي. طب ما انا حضرتك انا مدرسه، بس مدرسه في الارياف. الارياف مثلا ما عندهمش نت وانفتاح والكلام ده. بس حضرتك برضو الطلبه اخلاقياتها يعني انحدرت. اول حاجه لان منع الضرب في المدارس والتعنيف في الطلبه والكلام ده كله، هو مش تعنيف، هو اصلا احنا كلنا اتعلمنا بالضرب والكلام ده ماشي. الطالب عمل سلوكيات خاطئه، لا ما ينفعش. هو ده يرجع للبعد عن الدين مثلا، البعد عن الاخلاق، البعد عن ربنا عموما. اصل السوشيال ميديا ده سلاح ذو حدين على فكره، يعني ممكن تستفيدي منه قوي قوي وممكن يدمرك.
عموما، والنت عموما يعني، النت ده بتهيألي ممكن يبقى حاجة حلوة قوي وممكن يبقى يدمرني، ما انا اللي بوجهه، انا اللي بستخدمه في الاتجاه الصحيح. ايوه بس حضرتك يعني الشباب دلوقتي خلاص، ما حتى فقدوا انتباه المدرسه، ممكن يعني ممكن يسيبوا مدرسه عادي، مفيش مشكله، ممكن طالب تبص تلاقيه طلع من التعليم طب عادي. فين الاداره في المدرسه يا فندم؟ كان زمان في اداره قويه جدا في المدارس يعني، ايوه كان زمان حتى لو ربيتي ضفرك المس تيجي تجلدك يعني، اداره بقى في كمان، مش بالضرب، مش بقى انا مش بشجع على الضرب، انا بالنظره المس تبص لك تخافي منها. الاداره دي فين؟ الاداره دي فين؟ موجودة يا أستاذة داليا، موجودة الإدارة دي، بس هو حضرتك في حاجة، إحنا بنتكلم عن الشعب كله مش المدرسين بس، مش طبقة محددة. طب شكرا، متشكرة يا أستاذة هالة، متشكرة جدا لحضرتك، اتفضل. حضرتك إحنا بنتكلم عن الشعب عموما، يعني الشعب كله، أنا بقول لما أخلي روح الانتماء موجودة وأعرف الناس إن في حروب ضد مصر، حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس، الحرب الفسيولوجية والحرب الفيروسية، الفيروسات، علشان يبقى الدول العظمى هي اللي ليها وجود، والدول طبعا النامية هي مش موجودة، وتبقى الدول تحت النامية بتخدم على الدول العظمى، بتخدم يعني هي على كده الدول يعني، العظمى، بيبقى في توازن. فهي في حروب حضرتك ممنهجة. فلما أنا أعرف كولي أمر إن في حرب ضد بلدي، أنا هعلم ابني يحب بلدي ويدافع عنها، لأن إيه يا مصر؟ مصر أنت، مصر انت، مصر دي لما يجي سيرة جيشك المفروض ترفع راسك وتفتخر، وترفع راسك اعلى من كل النجوم، وتقول كل يوم وتفتخر ان انت مصري، لان مصر دي يعني مصر وطن اعطى ويعطي الكثير وسيعطي الكثير، ولكن احنا عايزين رد للجميل، يعني الوطن ده بيدينا بس احنا عايزين رد للجميل. الوطن حضرتك، حب الوطن يخلو من المصلحة الشخصية، لان اللي عنده مصلحة شخصية هو من يبحث عن الانتخابات، لكن اللي بيبحث عن وطنه هو هيحب وطنه دون مصلحه. ودايما لما اعلم ابني اقول له انت حاول ان انت تذاكر، مش هقول له علشان انا عايزك تدخل كليه كذا علشان كذا، كل انسان مهم في هذا الوطن وكل واحد له دور، صح. اقول له انت اتعلم عشان تفيد بلدك، تفيد احط بلدك له دايما ايا كانت في عينيه الكليه يا وطنه. جماعه. طب معانا استاذ ناصر. الو استاذ ناصر. الو الو، ايوه استاذ ناصر، ايوه اتفضل فندم حضرتك، استاذ اتفضل مصر الديني فندم، اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا، بصراحه حضرتك طيبين، احنا مشكرين قوي على الفقره بتاعت حضرتك ديت اللي بتدعم لا للتعصب، ويا ريت تبقى الثقافه دي عندنا دايما يعني، يا رب يا رب يعني تكون انا عندنا شايف يا رب. ان في حاله ذعر بين الناس وبنات والاعلام خايفه. السيء هو السبب، الاعلام السيء هو اللي عمل صح تعصب، ده صح الاعلام والله عند حضرتك، متعرفش مش فاهمه في ايه، المفروض انت تهدي الناس. الرياضه انا بتفرج مفروض اتمتع بس، مش بتفرج عشان اتعصب ويجي لي مفروض. الضغط. يا ريت اللي انت حضرتك بتقوليه قبل الماتش دوت، يا ريت يبقى بعد الماتش، يعني مش يبقى قبل الماتش وبعد الماتش يبقى في حاجه تانيه، لان انا متاكد برضه ان في متعصبين بعد الماتش مش للاسف. هينفذوا نفس الكلام للاسف اللي اتقال قبل الماتش، للاسف مظبوط؟ للاسف. فيا ريت يا ريت يبقى عشان خاطر الناس، يعني احنا كلنا في بلد واحده، كلنا بنحب بلدنا، واللعيبه دي اصدقاء اساسا، يعني اللعيبه دي كلها اخوات واصدقاء، واحنا طبعا اخوات، يعني زي البيت في اهلاوي وفي زملكاوي وجارك واللي في وشك وكده، فالمفروض ما يبقاش في تعصب جامد، ويا ريت الاعلام برضو هو اللي يبقى فيه حياد في الاعلام. التربيه يا رقم ريت واحد يعني، برضو يعني احنا بنتكلم على والله التربيه، وده برضو ليه علاقه بالتعصب يعني، خلي بالك يعني. طبعا ما التربيه لازم هو يكون فيه الاب روح رياضيه وحب الاخر. الاب طبعا الاب اللي يبقى زملكاوي عايز يبقى ابنه زملكاوي زيه، هو فعلا يعلمه التربيه من الصغر، الكلام فعلا التربيه من الصغر يعني، انت عندك اطفال وانت قدامهم متعصب هيطلعوا زيك، التربيه الاساس. والله انا ابني بيقول لي امبارح، ابني مهاب بيقول لي يا بابا ما تزعلش، لو الزمالك خسر انا زملكاوي عشان انت عندك السكر يا بابا، ما تزعلش نفسك. قلت له ما تخافش ابنك حبيبي. خايف عليك اهو، الحمد لله. الحمد متشكره يا استاذ لله. ناصر، ربنا يخليك، متشكره جدا، متشكره. ما هو حضرتك احنا بنقول دايما ندع كل الخلافات، لان احنا بلد واحده ووحده وطنيه بينا، فما ينفعش ان احنا نقول ده زملكاوي وده اهلاوي، ده مصري وده مصري، في الاول وفي الاخر انا لو علمت برضو لازم مع كل دي سلوكيات حضرتك بيكتسبوها، الجيل ده هو مكتسب سلوك، صح، من اللي سلوكيات. قبله، هو اللي انا بعمله هو اللي بلاقيه ونطبقها في الناس. هي الماده، هو ماده سلوكيات يا جماعه، فخامه الرئيس عبد الفتاح يعني السيسي قال ان يعني في حاجه تربيه اخلاقيه هتبقى تضاف موجوده في للمجموعه يا المدارس، جماعه، لان لو مش اضافت للمجموعه مش هتتفتح، معلش يعني، مع احترامي لكل القائمين على وزاره التربيه والتعليم. وحضرتك في حاله التمرد العام، يعني انت بتلاقي الولاد متمردين على امهم حتى في البيت. الوقت سرقنا، الوقت خلص للاسف، احنا الموضوع ده عايز اسئله كتير، وعايز لسه كنا عايزين نتكلم على اشكال ومظاهر الانتماء، اتكلمنا فيها بتهيألي.
حضرتك موزعه الانتماء المحافظه على الوطن والالتزام والحفاظ على الكلام. انا بشكرك جدا استاذه غاده، وان شاء الله ان شاء الله بيكي في لقاءات ثانيه. ربنا يخليكي. تحبي تشكري حد؟ بشكر قناة الصحة والجمال، بشكر حضرتك طبعا. تحية حارة للقيادة السياسية والجيش والشرطة ولكل أب وأم بيحاولوا يخلوا ولادهم يحبوا هذا الوطن ويدافعوا عنه. ومصر هي يعني هي أهم حاجة في حياتنا، المفروض إن احنا نحافظ عليها طبعاً وتكون أكيد أهم حاجة في الحياة. المهم النهاردة مين اللي هيكسب، أهلي ولا زمالك؟ مفيش حد قال لي أي توقعات يا جماعة. استنوني وقولوا لي توقعات في الفقرة الجاية. هنعمل لكم بسبوسة عشان تاكلوا بسبوسة وتتفرجوا على الماتش، وهنعمل لكم سمك، وهنعمل ايه تاني، هنعمل شوربة سي فود. انتظروني بعد الفاصل.